لينا الراديو ميد وحكينا عليه. الدال اللي هو ممول من طرف الاتحاد الاوروبي في تونس ومن طرف الفون تفنن تونيزي كرياتيف وبيلوتي بار بريتش كانس. دونك هذايا هو اطار فما مجموعه من الوزارات كما وزاره التنميه ومن خلال المندوبيه العامه للتنميه الجهويه وكذلك المندوبيه الجهويه للتربيه ومن خلالها المدارس المشاركه في هالبرنامج هذا ودي كوليج كيف كيف. الفيستيفال هذا ينطلق ان شاء الله غدوه وحبينا احنا جهه الوطن القبلي هي تشاع على تونس الكل. ولذلك احنا برمجناه على 3 ايام باش يكونوا الوليدات هذوما اللي هما ولاد الوطن القبلي والطاقات اللي عندهم الابداعيه خاصه باش يمشيو هما في الانستيتيو فرونسي في المعهد الفرنسي باش يوريو يقدموا التجربه نتاعهم والانتاجات اللي خدموها وهذه سابقه في حد ذاتها. معناتها كيفاش معناتها الجهه هي تشع على الكابيتال معناتها متفاهمين اللي ما يفهموش برشا اللي مو تكنيك بتاع التكنولوجي والحكايات هذوما نفسر لهم اكثر شنو ليفينمون هذا المحتوى نتاعو على شنو يرتكز. اوكي دونك هما يومين مش يكونوا في تونس وفما يوم في نابل معناتها خميس والجمعه مش يكونوا في تونس في المعهد الفرنسي ونهار السبت مش نكونوا في دار الثقافه هذيك في شارع السينما دونك في نابل. المهرجان هذايا شنو المحور الاساسي نتاعو وصغيرات هذايا شنو باش يوريو؟ هذوما وقع تكوينهم في مجال الصوره ثلاثيه الابعاد معناتها في 3D في كل ما هو كذلك فما صغيرات اخرين ما جاوش دي كوليجيان ما جاوش معانا اللي احنا قمنا بتكوينهم في لي جو فيديو هذوما قاموا بانتاج افلام الافلام هذيك وقع مزج فيها تقنيات في الانيماسيون وما تعرفوا صغيرات هما مغرومين برشا بالديسانيمي مغرومين برشا بالتكنولوجيا واحنا خاصه التكنولوجيا اللي قاعدين نمروا فيها هي التكنولوجيا اللي تمكنهم باش ينتجوا معناتها التكنولوجيا اللي تحفز فيهم الجانب الانتاجي. دونك هما علمناهم تينكين كارد هما تو يزيدوا يحكيوا على التجربه هذه اكثر مني انا تعلموا لا 3D تعلموا الانيماسيون تعلموا المونتاج تعلموا لا فوتو وعملوا خاصه افلام اللي هي تخص المحتوى البيداغوجي نتاعهم وهذه هي حاولنا احنا من خلال التجربه هذه صغير كي يتفنن اللي القرايه والمحتوى البيداغوجي كيفاش يردوه ستوري كيفاش يولي حكايه بالتكنولوجيا معناتها وقع دمج الحاجات اللي هما يقراوا فيها فما فيلم على الدارة الكهربائيه هم موجودين معانا معناتها تصور انت دارة كهربائيه مخدومه بالامبريسيون 3D ومخدومه بال 3D وفي نفس الوقت حكايه وحكايه فيها الهيمور فيها الجانب المزح تو يحكيوا عليه هما زاد كذلك هذوما مش يقع تقديمهم للصغيرات الاخرين مش يقع كذلك فما في فما ورشات في المهرجان وخاصة عندنا زوز بلدان خاطر الصغيرات هذوما زاده التفتح زاده على الاخر وتفتح احنا خاطر التوانسه معروفين برشا اللي احنا ياسر نو سوم تخي زوفيغ نو سوم ترو توليران دونك هذوما كيف كيف فما زوز بلدان اللي هما مستضيفينهم فرنسا فما صغيرات جايين اليوم وراهم وصلوا في المطار باش يقع ليشانج مع الصغار هذوما في نفس المجال وكذلك البلد الثاني هو الدنمارك ونعرفوا معناتها لو كوتي معناتها بيداغوجيك ايدوكاتيف في الدنمارك دونك هذه التجربه هذوما تو هما جايين المره هذه جايين المره الجايه يعطيك الصحه جايين معاهم صغيرات اوكي مش يكون ليشانج صغيرات هذوما مش يعيشوا 3 ايام فيهم زاد كذلك تعريف بتونس معناتها عندنا دي فيزيت مش نمشيو سيدي بوسعيد عندهم عشاء مع الفرنسيس معناتها صغيرات هذوما مش يعيشوا فريمون بوغ اون بروميير فوا معناتها تجربه كامله متكامله فيها جويندغ لوتيل على الاغريابل فيها التكنولوجيا والقدره نتاعهم في الانتاج وفي الجانب التكنولوجي وزاد كذلك في الجانب الترفيهي والتعريف ببلادهم وليشانج يعطيك الصحه ليشانج كولتوريل سي سا سكي سكي امبورطون باه دونك ليفينمون هذا يتعاد ذكرنا بالدات وقتاش يبدا في لانستيتو فرونسي غدوة نبداو من 9 حتى الخمسة تاع العشية معناتها اللي يحبوا نداء معناتها احنا الصغيرات هذوما ماشيين معانا لكن هما مش يحاولوا يبارتاجيو مع الصغيرات الاخرين خاطر الورشات مفتوحة للي هما ما شاركوش في البرنامج والصغار هذوما ماشيين باش هما مش يعاونوا زاد كذلك الصغار الاخرين عندنا 3 ورشات عندنا ورشة في التوسكي ديزاين ثينكينج 3D معناتها كيفاش معناتها 3D ثينكينج كارد عندنا الورشة الثانية هي تنشيط من الدنمارك هذا انيماتور جاينا من الدنمارك اللي هي في الانيماسيون دي تكنيك جديده في الانيماسيون والورشه الثالثه اللي هما باش ينشطوها فرانسيس اللي هي فيها 3 محاور فيها بروغراماسيون روبوتيك
فيها اردوينو وفيها لونتربرونيا. معناتها كيفاش انت تنتج لكن من تويكا تبدا تخمم كيفاش انت نهار اخر كي تحب تعمل معناتها مشروع ولا صغيرات. هذوما جايه اسوسياسيون خاصه من فرنسا اللي هما قاعدين يخدموا مع الصغار باش يربيوا فيهم الحافز نتاع بعض المشاريع. معناتها هذا الكل هذوما ثلاثه ورشات انسكريبسيون على الباج نتاعنا احنا دي جي ارت ليفينغ لا اي سور لا باج دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي. في نابل مش يكونوا موجودين في موجودين كذلك في نابل نهار كامل في نابل موجودين ثلاثة ورشات يتعاودوا اوكي ثلاثة ورشات وكذلك فما نهار الجمعة فما عرض سكونا ابلي شو جونيور لو شو جونيور اللي هما مش يطلعوا الصغيرات معناتها التلامذة هما مش يقدموا العروض نتاعهم ولجنة التحكيم هما موجودين معانا تو اللي هما صغيرات سي ان جوري جونيور اللي هما علمناهم كذلك كيفاش ينظروا الاعمال هذوك كيفاش يقيموها كيفاش يحطوا باريم وخاصه مش يخرجوا مش يتكلموا هما قاعدين التجربه هذه حلوه برشا برشا. انا اول مره من بكري بديت في الحاجات هذوما نخدم اكثر مع شباب بما اني استاذه نقري في الجامعه وكذلك من خلال الجمعيه معناتها هذه اول اكسيون خدمنا مع صغيرات هكا مي اول اكسيون معناتها منظمه بالطريقه هذه وصدقوني صدقوني سي مستقبل مستقبل تونس بالحق وتحسك لا سبونتانيتي نتاعهم اللي تزرعوا تلقاه معناتها سي بالحق معناتها يعطيهم الصحه. مدام سامية بالنسبه بعد نرجعوا لهم الصغيرات نحكيو معاهم بالكدا ونحكيو على الافلام اللي باش يتم عرضهم نحكيو مع الجوري باش يكونوا صعاب زعما ولا مش صعاب. الجوري مرعش لهنا. مدام سامية بالنسبه لنهار الجمعه اللي باش يكون هوني في نابل نهار السبت في نابل نهار السبت من 9 نتاع الصباح حتى الماضي 3 وحنا سانز اغي فما الورشات احنا ينجموا يجيو صغار اخرين ايه بالطبيعه احنا مجعول هو للصغار الاخرين خاطر الصغار هذوما وقعتك بينهم وهذوما مش يقدموا التجربه نتاعهم مش يقدموا افلامهم مش يقدموا العاب الفيديو اللي قاموا بانتاجها وهما مش يقدموا تجربتهم للتلامذه الاخرين واحنا مع الاداره الجهويه للتربيه ومع المدارس اللي هي مشاركه معنا دونك هما وقع معناتها عملوا لا بروموسيون تاع ليفينمون وقيدوا معناتها تلامذة اخرين باش مش يجيو ونستدعاو زاد كذلك لي بارون على خاطر احنا اليوم التجربه هذه ديجا ادمجنا فيها المدارس والمعلمين نتاعهم اللي نحب نشكرهم نحب نشكر المعلمين اللي هما في الورشات كانوا قاع تكوينهم وهما كانوا معانا في الورشات وكذلك خاصه لي بارون والله يعطيهم الصحة الأولياء اللي هما قداش إيزيتي أمبليكي معناتها قداش هما عطاو دافع كبير وقداش أكل 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 معناتها أكل مواظبة خلاو الأطفال معناتها أول مرة أنا خفت من الأول بالكل قلت بالكش تجي بيريود ديكزامان وإلا حاجة ويبداو يجبدوا في أولادهم هما لا معناتها كانوا منضبطين على الاخر. بالنسبه لصغيرك تفن هذه الدوره الاولى. الدوره الاولى. اكيد باش يكون فما دوره ثانيه ودوره ثالثه ان شاء الله. ان شاء الله هو مشروع كامل. هو مشروع صغيرك يتفنن بدا بالتكوين بدينا من شهر ديسمبر كونا انتجوا الاطفال هذوما انتاجات ماشي عملنا فيستيفال باش تقوم من افريل باش نمروا المرحله تكوينيه اخرى وكيكا ومش يقع ايشانج مع فرنسا خاصه مع الشراكه اللي عملناها مع فابريكا ويب هذايا سي ليكول دو نيميريك بور لي زانفون بور لي زانفون اللي هما تو جايين بحذانا اي باغ لا سويت هذوما باش يمروا التجربه اخرى باش يجيو اطفال اخرين دي زيليف اخرين يعيشوا نفس التجربه اللي هما عاشوها وهذوما مش تعداوا لتجربه اخرى فيها تشالنج اكبر فيها ديفي اكبر اللي هو مش يقع على شونج هذيك فرنسا. مدام سمي الصغيرات اللي يحبوا يشاركوا عام الجاي يكونوا كيما صغيرات الموجودين بحذنا اليوم من افريل الفرصة مش عام الجاي افريل من افريل هذا افريل يجيو نهار السبت يشاركوا في لي زاتوليي بعد من لي زاتوليي احنا عاملين تروا زاتوليي لي زاتوليي هذوك باش احنا نوجهوا بهم هما اول مره مش يمسوا الحاجات نديتكتيو الجانب الابداعي عند الطفله خاطر مش الكلهم نجيو نفرضوا عليهم ادخل ورشه الروبوتيك بالسيف ولا ورشه شوفوا شنو الحاجه المغرومين بها يعطيك الصحه ندخلوهم في ورشات يل تيست يز اكسبيرمنت اي باغ لا سويت احنا نوجههم نقولوا لهم كان تحب انت تشارك في البرنامج هذايا معناتها من المستحسن تمشي في الورشه هذه ومن شهر افريل مش نعاودوا لا دوزيام سيسيون هذا كل بمقابل مدام لا هذا الكل بوغ اون بروميير فاز بدون مقابل خاطر هو داخل في لو فون فن كما قلت لكم هو ممول المشروع هذا من طرف الاتحاد الاوروبي اترافيغ لو فون فن بيلوتي بار بريتش كانسر وهذيك هي اللي سمحت لنا هي الفرصه باش احنا نعملوا حاجات هذوما غراتويتمون بور سي زانفون اي بور ديتيكتي سو بوتونسييل
ميرسي بوكو مدام سيمين، نعطيو توا الفرصه للصغيرات نبداو الساعه، نبداو بالجوري هكا الصعاب نهى ويسر، احكيو لنا كيفاش باش يكون، شنو هما الحاجات اللي باش تعسوا عليهم اكثر في الافلام اللي باش تعديو ولا في لي بروجي اللي باش تعديو، وكيفاش باش تقوموا كيفاش باش تحلوا لي بروجي هذوما، وكيفاش باش تختاروا شكون الباهي وشكون المتوسط. نحن كي نجيو باش نوتيو لي ترافاي عندنا باغين نخدمو بيه، كي نوتيو على الموسيق والديكور والبيرسوناج والهيستوار، وكل واحدة منهم عنده معناتها عنده عدد، مثل الموسيقى سور دو، الهيستوار سور سانك، والبيرسوناج بيرسوناج سور سيت، والديكور سور سيس. وحتى وفي الفورماسيون هذه علمونك كيفاش نخدموا اون جروب، اللي وعلمونا زيد اهم حاجه علموها لنا انه النجاح ما يكونش مربوط بالفرد، ما يكون مربوط بالمجموعه. معناتها اللي يربح يربحوا مجموعه كامله مش واحد برك. اي باه. عندكم فكره على لي بروجي باش شفتوهم ولا مازلتوا اول مره باش تشوفوهم في المهرجان هذا؟ ما شفنيش لي بروجي، ما كانش على الحق نشوفوهم. ريت حسستني لي انا نعرف شيء شكو برا وانا معاك بغام وفازين عدل علينا يا فاتك 24 سنه عمري وما زلت ما خلطتش هكا 24. كمل احكي لنا يسرى، هكا انت يسرى ايه كمل احكي لنا يسرى. وما عنديش الحق نشوفوا الافلام تاع اصحابنا اللي خدموا، خاطر معناتها كان باش نشوفوهم مثال، وحتى وما عنديش الحق زاد نخدموا معاهم. جست نحن معناتها كل واحد يقعد في سال وحده باش اقرب شيء ميكرو باش نسمعوك يسرى. كل واحد يخدم في سال وحده باش معناتها باش ما نعرفوا حتى شيء على الافلام، وبعد كان معناتها نكتشفوهم على اللي باش يتفرجوا على العروض وكهو. باهي، كي يبدا واحد فيهم هكا صاحبك هكا شويه ولا صاحبتك قريبت لك هكا ما تعاونهاش شويه؟ لا صعيب، احنا هنا اختي صعاب راهو مش تاعنا الشيء، ما نعاونوش. باهي، وانت يا نهى؟ نحن تفهمنا باش نهى احكي وين يا عزيزتي. نحن تفهمنا باش يعني مثال ما انت من مدرسه مثال حبيب الكرمه ما عندكش الحق تنوتي حبيب الكرمه. اوكي يعني باش ما يقولش نطيهاش بنتي بنيتي فيها بنيتي غادي باش معناتها ما تحايلش مع صاحبك ولا صاحبتك ولا اللي يقرا ولد مكتبك صاحبتك يعني ما نقول لك يعني مثال هذه صاحبتك ما يعني تولي تعطيها اكثر نوت وكل شيء. ونحن يعني عطاتنا مدام ساميه عطاتنا فيلم باش نتفرجوا فيه، خلينا يعني الحاجات الخايبه نتاعو والحاجات الباهيه ونوتيناها على الباغي. واضح. باهي، خايفين ولا ماكمش خايفين باش تعطيو النوت ومكبوسين هكا مفجوعين؟ شوية خايفين مش مو شعارنا، خايفين من لا تعملوا خيبة أمل لأصحابكم ولا خايفين من مدام سامية ولا من رواحكم؟ تحشموا الجو كوم نرمال قولوا لي الحق. أنا خايفة لو كان مثال واحد مثال نظلموا في حقه نعطيه حاجة ما يستحقهاش. وزاد خايفة مثال حتى اللي ما يربحوش يقوموا معناتها يتنرفزوا كل هيك اللي خايفة منه. اسكو احنا قلنا شعارنا كلهم رابحين هكا ولا اي قالت هي من هي قالت شعارنا كلهم ربحوا معناتها هما كلهم رابحين هما ديجا كي عملوا بروجي كيف ما هكا يسميوا كل ربحين. هي انا نحن كبار انا وسحر وما نعرفوش نعملوا فيلم معناتها كيف انت روبو تحسك وش انت روبو اللي خلط فيه هذاك في الدار. اما هو ما فماش هما جاو كلهم الاولانيين وكلهم شي قاعده تتويجا وكلهم تبارك الله عليهم جوري جونيور باش يعيشوا تجربه في الاناليز في الكريتيك في وكيفاش هما زادا يزم يقبلوا حتى هما اللي زي ويعيشوا تجربه الامتحان زادا يزم يقبلوا زادا حتى ولو فما سوبجيكتيفيتي في الواحد يزم فما يعني تا ديسبري فما رؤيه اخرى روح رياضيه كما نقول يعطيك الصحه معناتها نقبل الكريتيك من عند زميلي ما يقلقنيش معناتها وهذا هو اللي قادر يربيه فيه معناتها شفت مشروعك مشروع صغير كي تفنن هو فيه جانب الابداعي لكن فما معناتها قيم زاد قاعدين نعديو فيهم اترافير اللي هما داخلين في السوفت سكيلز نتاع الصغير قاعدين نخدموا عليه برشا برشا برشا. واضح. مهدي شنو؟ عسلامة هذيك اختي لغة جديدة هذه تابعة الافلام اللي عملتهم انت هيا احكي لنا على الفيلم نتاعك شنو اسمه على شنو يحكي هكا شوية شوية باش الجوري هوني ما ياخذوش فكرة كبيرة على الفيلم اقرب
عسامة، أنا اسمي مهدي مرزوقي. أنا عضو بمجموعة لي تيكر. أنا وصحابي خدمنا على فيلم اسمه لا دانس دي شيفر، وهذا متكون من أرقام وأرقام وعلامات حسابية. ما كونوا فيلم ذوكم شخصيات، صنعناهم بمادة باتا مودلي. وأنا وصحابي إدم سيوة ومحمد لؤي عديلي ومريم العامري شخنا وعشنا تجربة مع بعضنا باش نصنعوا فيلم به. والفيلم هذا أنت مقتنع به؟ فرحان به؟ الكلنا فرحانين به. تستنى فيه دقيقة ودرج وقت شي تعدى. هاي ذا نمشي للفيلم اللي بعد مع ريان ونسرين، هكا ولا سيرين. مرحبا بكم زوز، قدموا أرواحكم. الساعة نبداو معك ريان. أسلامة، اسمي محمد ريان شباح، عمري 11 سنة، في السنة خامسة في مكتب ابن خلدون. وانت يا سيرين؟ صباح الخير الناس الكل، اسمي سيرين الورغمي، عمري 11 سنة، نقرأ في مدرسة ابن خلدون، وشاركت في البرنامج هذا صغير كيتفنن باش نتعلم كيفاش نقاديو فيلم، نقاديو المونتاج نتاعو، نتعلمو كيفاش نستعملو التينكر كاد اللي هو نتاع 3D والانيمي ستوديو اللي نقاديو به الانيماسيونات ودوت لوجيسيال. احكينا على الفيلم نتاعك اسمه لا دانس بلوتو لو فوفو دو سيركوي الكتريك، الدار الكهربائيه المشاكسه. قادينا سيناريو لهذا الفيلم، قادينا الكونسيبتار نتاعو، قادينا الديكور اللي متكون من بلاك بلاستيك، بواط ان كارتون، دي بو دو باي، دي كايو، دي برانش دوليفيي، دي du papier etc. باش حاجه ضويش اختي. سان جو سويت لا بيانفينو ا تو لي لي جايين من فرنسا. مرحبا بهم، هما شي بارطاجيو وقتهم معانا وجاو بالذمه سبيسيالمون لهنا باش تشوفنا شنو عملنا. ومعناته حتى كان احنا ديجا ربحنا كي شاركنا في البروجي هذايا ديجا، خاطر كنا قبل نخدمو كان بالور 2007، تحسها حاجه نتاع الثمانينات والتسعينات. تو انا تخدم بيا انا الورد حتى نغلط عليه. ريان، مقتنع بالفيلم اللي عملتوه؟ فرحان بيه؟ استنى وقتاش باش تصير البث نتاعو قدام اصحابك؟ هي ديجا احنا تفرجنا فيه وحدنا. انت كان جيت انت جوري، قداش تعطي روحك نات؟ 120. تنجموا تعملوا كل نتاع الاسلاك هذيك اللي قلتوها في الصناعه، خاطر عملوا لون ريجستر سونوري محلي، عندهم مقطع منه كل الدور نتاعكم. نجموا الاسلاك الكهربائيه هذيك ميسالش، خليهم يظهر لي ماهمش لهين برشا في البروجي، خليهم ميسالش. يعطيهم يعطيكم الصحه. انتم ما كنتوش فاهمين الحكايه. ما يحبش يضوي الجوري. هو ما يحبش يضوي. هو يحب كل شيء يتعدى من بعديك باش الناس كل تتفاجئ. خاطر السيناريو يضحك. فوالا. هكا هو يعرف. متشوقين باش يتفرجوا في الفيلم. كيف؟ باش يكونوا العباد متشوقين باش يتفرجوا في الفيلم. اي صحيح مهدي. صحيح يا خويا. سامحني. جاي الفكره هذيك طلعت نزل. حتى مدام سامي هذول يغلبوها بلاش ما تجاوبها. لا مسائل يساوبها وما عندهم تفكر عليهم. يعطيكم الصحه الكل، محلاه المهرجان هذا ان شاء الله السيدي راهو دوزيام ايديسيون وثوازيام ايديسيون تاع صغيرك يتفنن. ميرسي انتم اللي جيتوا بحذانا صغيرات الكل، ميرسي المهدي، نهى، يسر، ريان وسيرين، ميرسي وان شاء الله بالتوفيق لافلامكم الكل. تحب تعمل دي جي كاس؟ لا لا لا، تبع جروبيتي هنا خليه يخدم حقهم كامل في الراديو. تفضل خذ من الماضي ساعة عندك أحسن. نحب نشكر مدام سامية اللي ما قلتلكش عليه هذا يا ميسيج خليه يشكرك. نحب نشكر مدام سامية وتوت ليكيب، مسيو حمدي ومسيو ياسين ومسيو رشيد، ونحب نشكر با ومالي واظبوا عليا وما عمرهم ما غيبوني حتى وقت الامتحانات. وسي الحبيب. اي وسي الحبيب. سي الحبيب. تطا سحر. تطا سحر. تمني. عايشك. لما فيكم شكون اخر يحب يعمل ديديكاس؟ اي تفضل. ديديكاس لمدام ساميه ولتوت ليكيب كيف ما قال خونا ريان. نحب نشكر مسيو رشيد عصام كيفاش قادينا الغنيه نتاع المونتاج وكيفاش قادينا الصون نتاع البيرسوناجيت، كنت رمح لهم طول ان شاء الله تفرجوا فيه الفستيفال.
نحب نشكر ماما وبابا على خاطر ديما مشجعين معناته باش نخدم في البروجي هذايا. حتى مع بيريود الامتحانات يعملوا لي مسالش امشي باش تزيد تتعلم حاجات اخرين، حتى في الانفورماتيك نتاع المكتب معناته تتعلم حاجات. و يعطيك الصحة سيرين، ميرسي ميرسيكم الناس. ميساج ديديكاس هذاك الكل تعدى للأمهات وأبهات نتاعكم والآباء نتاعكم الكل، أبهات حلوة والآباء نتاعكم الكل. ميرسي بوكو مدام سامية شادي، رئيس جمعية كرياتيك ومديرة مهرجان صغيرة كي تفنن. كونوا في الموعد دونك في لاسيتو فرونسي دو تونس، وفما زادة هوني في نابل نهار السبت السبت من 9 ل 5، وشجعوا العباد الكل يجوا يتفرجوا. يا صحيتك راي.